انا 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 وزير ثوره، انا وزير ثوره وليس وزير دوله بالمفهوم التقليدي للثوره. هو لو كنت لو كنت وزراء ثوره، لو انتم مسكتوا الثوره صح كانوا هكا يلعبوا علينا ولا يلعبوا عليكم. لن يمر يا ودي الثوره، ما سماش لن يمر يا ودي. مشت الثوره يا ودي، مشت الثوره. اسمح لي يا اخوي، لم يحدث شيء من الثوره، لم يحدث شيء. الثوره قانون الثوره ما مشاش. الثوره لم تحكم يوما، لم تحكم يوما. الأربعة أشهر اللي حكمت بها الثورة كان يحكم بها الباجي قائد السبسي وفقط. هذيك هي الأشهر هذيك اللي في قليل، هذيك أشهر الثورة اللي كان الشعب يتحرك، الأحزاب تتحرك، الناس يتحركوا، كان ممكن نعملوا حاجات، كان ممكن نصفوا الهم والاستبداد والبوليس والمخابرات، ونصفوا الصهيونية، ونعملوا سلاح زراعي، ونعملوا حركة تطوع، ونعملوا كذا. هذه الثورة، الثورة ما فيها شيء. يعني الحكومة هذه ما عملت شيء، يعني يكفي من الكذب. الحكومة هذه ما عملت شيء. لا، ولا استغرب.